عمري ما كنت اتخيل ان انا اتحط في موقف زي ده. انا ما صدقت ان انا نسيت، افتكرت الماضي مات واتدفن. ليه تعملي فيا كده؟ سميرة انا ما عملتش حاجة. امال التحاليل دي بتقول ايه؟ ما اعرفش ما اعرفش. يعني ايه يا بابا؟ وسيلة ما طلعتش اختنا؟ للأسف انا اللي ما طلعتش ابوها، مع اني كنت فاكرها بنتي السنين دي كلها. اكيد التحليل ده غلط، والمفروض حضرتك ما تتهمش ماما اتهام زي ده. خيانتها هي اللي اتهمتها، خيانتها بانت بعد ما كانت فاكره ان عملتها مش هتتعرف. بطل بطل بقى، بلاش تهد اللي بينا في لحظه اندفاع. واضح ان اللي بينا ده كان مجرد سراب، انا كنت مغفل لما صدقت. طول عمري عايشه وفيه ليك، بلاش تهور. ولما سافرت الاعاره بعد شهر العسل كنت برضه وفيه ليا؟ طبعا. امال لما رجعت قصد كان بيعمل ايه عندك؟ ده لسه فاكر. وعمري ما هنسى اليوم ده، فاهمه يعني ايه عمري ما هنساه؟ ست هانم يا ست النظره يا محترمه. سبق وسالتني وجاوبته، والله جاوبته، قلت له انه اسد كان هربان وجاي يلقح جدته عليا، وانا طردته. وجدتك والدته كانت شاهده على كده. هربان ده ايه؟ وهو علاقتك اصلا باسد ده؟ ما تردي عليا يا ست هانم. اسكت بقى اسكت. لا مش هسكت يا خاينه. أنا دلوقتي ليه عرفت وسيلة نزلت بنت سبعة؟ إحنا عايزين نعرف قاصد ده يبقى مين؟ يبقى حبيب أمكم. حبيبها مش قلت لك يتأكدوا؟ يعني ما كانش مجرد معجب بيها زي ما حضرتك قلت لنا قبل كده؟ لا يا سيدي، كان حبيبها الأولاني. ولما هو زي ما حضرتك بتقول جوزتها ليه؟ كنت أهبل، كنت عبيط لما صدقتها. دلوقتي بس عرفت الحقيقة، لكن يا خسارة بعد ما العمر عدى وفات الأوان. لا 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 لا، أنت أكيد جرى لعقلك حاجة. هي حاجة واحدة بس، ما هو لما مراتي الست المحترمة ومعيالي اللي عاشت معايا 28 سنة تطلع خاينة، يبقى لازم أتجنن. خلاص فيلم خضرة الشريفة ده خلاص خلص. امشي اطلعي برا 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 خينا برا برا بيتي. ابعد عني، هتعيش معايا مش هتعيش معايا تاني. اطلعي برا، ابعد عني ابعد عني ابعد عني ابعد. يلا برا هتموت فيك يا بابا. برا اوعى اوعى برا، ملعوني مش هتعيش معايا تاني مش هتعيش معايا تاني. برا 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 اوعى اوعى تعوض اوعى من وشي اوعى. بيجي معايا سمر، تعالى. حاضر حاضر. يا بابا يا بابا تعبانه جدا. طب ندخلها حتى تلم هدومها. ارجوك يا بابا بلاش فضايح. خلاص انا في البلكونه، عايز اخرج ما الاقيهاش في وشي. قومي على مهلك. تعالى تعالى تعالي تعالي براحة براحة طار. تعالي على مهلك. مسكي هبل بروح اجيب البخيل. معلش يا ماما اعذري، دي مش مجرد ورقة، ده تحليل طبي.
يا ما في تحاليل بتغلط. اكيد فعلا التحليل ده غلط، انا متاكد من كده. ابوكو في اول لحظه شك هد المعبد علينا كلنا. يا خساره يا خساره عمري اللي انا قضيته معاه. طب التحليل ده تفسيره ايه يا ماما؟ وليه قاصد يكتب لك انت وسيله كل الثروه دي؟ واضح انكم كمان انتوا. استني بس استني، واضح انكم انتوا كمان بتشكوا فيا. احنا بنسال بس. يا خساره تربيته فيكم. يا ستي اعذرينا والله الصدمه شديده علينا كلنا. انا اول مره اشوف بابا منفعل بالشكل ده. كل اللي اقدر اقوله لكم اننا ست بريئه وانا ست شريفه وعمري ما خنت ابوكم. عمري سيبه يمشي يا اخ ادهم، انت عايزه يقتلها هنا ويعمل لنا جنايه؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه وتقوله يا اخ مجاهد؟ الحاجات دي مش عايزه قوالة، الحاجات دي عايزه ذبحه على طول. اللهم احفظنا واستر على ولايانا. امين. يلا يا وسيله حبيبتي نروح عشان خاطر ترتاحي. انت الحمل زاد عليك قوي النهارده، وان شاء الله كل حاجه بكره هتهدى، وانا هتصل بالشباب اطمن عليهم. يلا يا اختي انت كمان، مالناش قعد هنا، بيتنا اولى بينا. معقول اللي انت بتقوله ده يا مجاهد؟ هسيبهم في الظروف دي؟ سمر لو ما جيتيش معايا انت وبناتك دلوقتي هتبقى طالق بالثلاثه. جرى يا مجاهد، احنا ناقصينك انت كمان. مالكش دعوه يا عم احمد، بقول لك ايه، دي علاقته بيني وبين مراتي. بس يا عم انت وهو. يلا يا سمر، روحي مع جوزك. خدي جوزك وبناتك وروحي. واحنا هنبقى نطمنك بالتليفون.